تعتبر الأكاديميات الكروية الخطوة الحقيقية الأولى لاكتشاف مواهب الأطفال والناشئة في ممارسة كرة القدم والدخول في عالمها الواسع وصولا إلى النجومية في سماء الساحرة كما يطلق عليها. وأكاديمية نادي الرفاع الغربي الرياضي وعبر نخبة من المدربين المعتمدين من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم تسعى إلى تنمية قدرات البراعم الشابة وصقل مهاراتها وإكسابها المهارات اللازمة في لعب كرة القدم. هي كالعلم في الصغر نقشه على الحجر، وفي حجر الكرة المستديرة يرتمي إليها من شغفه الحب لها وارتضى قسمة العشق التي تجمعه بها. فمآل الهواية أن تصبح احترافا إذا حظيت بعناية تامة من قبل من آواها وأخذ بيدها نحو الطريق السليم الذي يقود نحو الكمال والدراية المطلقة في كيفية ترويض الساحرة كما يطلق عليها. القصة المشوقة وتفاصيلها تجدها هنا من على أرضية الأكاديمية الكروية التي يضمها ويحتضنها نادي الرفاع الغربي الرياضي. وفي خبرة الكابتن مرزوق وغيره من الكباتن استفادة وعتها هذه الأشبال الواعدة الحريصة على أن تصبح في يوم من الأيام اسما معروفا في سماء عالم كرة القدم محليا وإقليميا وليس ببعيد أن يجول في أفق العالمية. وذلك لن يتأتى إلا إذا اتضحت الرغبة وبانت في نفوس هؤلاء الناشئة بإقدامهم وعبر أقدامهم بالانخراط في التدريب لتعلم الطرق والأساسيات المهارية التي سيتمكنون من خلالها من التحكم في لعب كرة الركل والتحكم باستدارتها وتطويعها. يعطيكم العافية والصحة. طبعا نفس ما شفتوا عندنا الأكاديمية تحتضن الأعمار تقريبا من 4 سنوات ل 16 سنة. نحاول احنا في ذي العمر ان احنا نسقل الموهبة، نعطي فرصة حق الشباب اللي ما يحصلون فرصة في الأندية ان يتطورون يتحسنون قد ما نقدر. احنا نحاول نعطيهم أساسيات كرة القدم سواء في التسليم في الاستلام. نفس ما تشوفون هذه الفئة تقريبا عمر 10 سنوات عندنا، هذه الفئة من عمر 4 سنوات ل 6 سنوات عندنا، الفئة الثانية والثالثة والرابعة. نحاول نحتضن جميع الأعمار ونعطيهم الفرصة. عندنا مدربين كلهم مؤهلين وكلهم حاملين على الشهادات واللي معتمدة من قبل الاتحاد البحريني. الأطفال بيونك احنا ما نقدر نختارهم كلهم مستقبلا ان يكونون لاعبين كرة قدم، فاحنا كأننا نختبرهم في نفس الوقت نعلمهم. فاللي نشوفه في لاعبين فيهم إقبالية إن تشوفه من البداية هو يمكن عارف الأساسيات من نفسه. في بالفطرة في لاعبين، وفي لاعبين أنت تحتاج إنك تشتغل عليهم، في لاعب يمكن تشتغل عليه كلاعب مستقبلا تشوفه حارس. وهني إحنا عندنا الفئات نوصل يمكن لفئة الشباب ما نقدر نخير اللاعب كان إيه يتحدد كان هو يكون مدافع ولا بيكون حارس. خلوني أتعلم شلون ألعب كورة وضعفت 10 كيلو وصرت أحسن من قبل 3 أشهر. صرت أسرع من قبل وتعلمت وايد أشياء من الكبات ويعلموني. قبل كنت ألعب في نادي قبل ما كنت أعرف ألعب، بعدين جيت هني لعبت أعرف ألعب أرهب دفاع ألعب هجوم. أتعلم شلون ألعب كرة وألعب أتعلم شلون ألعب باسات، وأحنا ألعب أعرف شلون ألعب أكثر زين أتعلم أشياء زينة. مؤازرة ومساندة يجب أن تنبع من داخل محيط الأسرة تجاه فلذة كبدها، فبث الحماسة في نفس الطفل لها تأثيرها الإيجابي وستسهم في تشكيل الإرادة بين أروقة تجاويف قلبه ليستبسل الجهد البدني وبإعاز من عقله في قطع أولى الخطوات نحو نجومية سطع بريقها من ومضة نشاط لا يهدأ. دور الأسرة دور كبير في تأهيل، يمكن ولدك تبي يكون لاعب فرضنا رياضي أو تبي مجال ثاني يكون في فنون أحسن في أشياء ثانية. أنت دورك تشوف توجه الولد في وين، هل هو يبي رياضة يحب الرياضة وأنت تحث على ذي الشيء. الرياضة تقويم وتهذيب واستغلال للطاقات بشكل إيجابي، وهذه الأكاديميات الكروية
قد أثبتت جدارتها في اكتشاف مواهب الأطفال وقدراتهم وتوجيهها في إطارها الصحيح. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.